صنعاء تكشف عن القيادي الهاشمي الذي خدع الشرعية وسرب أحداثيات الجيش الوطني للحوثيين. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حقيقة عمل النهاري مع الفريق علي محسن صالح العقيد عبد الحميد النهاري هو أحد ضباط اللواء الثالث مشاهد بحري، ولا يزال يستلم راتبه من اللواء برتبة عقيد إلى اليوم. وحسب إفادة العميد عبد الناصر العرادة، كان النهاري يعمل مع الفريق الركن علي محسن صالح في السابق، وعمل مديرا لمكتب الفريق الركن في الحديدة، كما كان المسؤول المباشر سنة 2017 و2018 عن الأحداثيات، وكان ضابط ارتباط بين القيادة في الميدان والقيادة العليا والتحالف. يقول أحد الذين تعرفوا عليه في مأرب بأن النهاري كان في عام 2020 بمأرب، وقد التقيت به في أحد فنادق مأرب، وكان يتحدث عن علي محسن. كان ولاؤه لعلي محسن كبيرا جدا، وتكلم معنا كيف أنه قابل عبد الملك الخوذي، وكان يقول بأن الخوذي رجل ذكي ويمتدحه بشكل كبير للهاشمي العائد إلى الحوثيين في صنعاء، ولد اسمه طارق، ولا يزال يعمل في محل صرف بمأرب، ووالده عبد الحميد النهاري شريك فيها. طبعا الهاشمي العميد عبد الحميد النهاري الذي ظهر جوار البخيت كعائد إلى صنعاء كان ضابطا في الفرقة الأولى مدرع، وهو من هواشم الإصلاح، وقد تم إنزاله للعمل في الحديدة بأوامر قائد الفرقة حينها. نفى مكتب الجنرال الأحمر أن يكون النهاري ضمن طاقم مكتبه، لا يعني أن الرجل لم يكن على ارتباط مكتب الفريق الركن، فالمعلومات تفيد بأن النهاري كان في سيئون قبل ذهابه إلى صنعاء، وكانت له لقاءات بالهاشمي زيد الشامي الذي كان يأتي من تركيا للقاء به في سيئون، ولا يزال النهاري على ارتباط بعلي سليمان الأهدل مالية الفريق الركن إلى يومنا هذا. ونشري لنفي مكتب نائب الرئيس السابق ليس تأكيدا لصحته، وإنما إبرازا للرأي الآخر في حسابي. أما النهاري فيعرفه كل المقربين من الفريق الركن علي محسن صالح، ويعرفون العلاقة الكبيرة بينهما. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.